وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق يقول أنا الشعب والمعجزة أنا الشعب لا شيء قد أعجز وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق وصاح من الشعب صوت طليق قوي أبي عميق عريق يقول أنا الشعب والمعجزة أنا الشعب لا شيء قد أعجز وكل الذي قاله 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 أن هو الأمر ما بقاش غريب على السيد النقيب العام إن هو دلوقتي بدأ يحتوي أعضاء الجمعية العمومية المحامين مصر كلها وبيحاول يقرب منهم ويعمل لقاءات مفتوحة للاستماع لمشاكلهم والعمل على إزالة تلك المشاكل والمعوقات اللي بتقابلهم في العمل. محامي أوسيم جزء من محامين شمال الجيزة ودايما الجيزة بترحب بالنقيب العام وإحنا بنتمنى كده الفترة الجاية يبقى في أعمال كتيرة وتخدم المحامين في الجيزة ومحامين أوسيم أصحاب كرم وبيت ضيافة ومرحبين بالنقيب العام. والله ده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى بالتحدي المجلس بالكامل والعمل على الارتقاء بالمهنة والمحامين وإن شاء الله في خدمات أكتر الفترة الجاية بإذن الله تعالى. أهمية اللقاءات اللي بيعقدها النقيب مع السادة المحامين للرد على جميع الشائعات والأقاويل اللي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. الفترة اللي فاتت كان في كمية شائعات كبيرة وكانت النقابة بذلت جهد كبير عشان ترد عليها. في الإطار ده تأتي أهمية هذه المؤتمرات للرد على مثل هذه الشائعات. يأتي أهمية المؤتمر ده في كونه أنه بعد الجمعية العمومية اللي انعقدت يوم الاثنين الماضي واللي الحمد لله نجحت نجاح باهر فاق كل توقعات. الحمد لله رب العالمين كنا منتظرين ان القرار بتاع زياده المعاشات يتم اعتماده والحمد لله ده حصل وكمان اعتماد الميزانيه ده حصل واللي منها هيتلو المعاشات الحمد لله رب العالمين. النقابه دلوقتي بقت في وضع افضل من سابقه كتير يعني الحمد لله رب العالمين. في النهاية بنرحب الأستاذ سامح والسادة الضيوف اللي معانا. المؤتمرات دي بتزيد من انتماء صغار المحامين للنقابة خاصة انت عارف ان المحامين الصغيرين في بداية شغلهم بتبقى المهنة صعبة معاهم شوية. المؤتمرات دي بتزيد من انتمائهم للمهنة وللنقابة وبتدعمهم بأي مسائل قانونية وأي مسائل تكون غايبة عنهم وأي حاجة محتاجة استفسار من رد بكون إن المؤتمرات دي بتجمع بين النقيب والمجلس مباشرة وبين صغار المحامين اللي ما بيقدروش يستفسروا عن الحاجات اللي هم عايزين يسألوا عنها. وأولا بسم الله الرحمن الرحيم احنا طبعا نظمنا المؤتمر السيد النقيب ويشرفنا وجوده على أساس للبحث في أمور هي متعلقة بالنقابة ومتعلقة بمستقبلنا كشباب المحامين وسعادته إن شاء الله يعني هيكون موجود ويشرفنا ونتناقش في أمور نتمنى إن هي يعني تكون مستقبلا تخص السادة المحامين ومحامين أوسيم بالإجماع كلهم يعني بيرحبوا بوجود السيد النقيب المحامين. أهمية اللقاء طبعا السيد النقيب شرف وجوده لينا طبعا كبير وتحفيز الشباب المحامين عندنا بحيث ان هو معليه في اي مؤتمر او في اي نبقى موجودين دفعة كبيرة جدا لشباب المحامين وجود السيد النقيب عندنا في أوسيم. النقاب او اللقاء النهارده بياتي في الاطار اللي النقيب بيعمله اللي بيفتح المجال ما بينه وما بين المحامين. واحنا النهارده في يعني في اوسيم
بنعتبر الخطوات اللي بيخطوها النقيب نحو الحفاظ على المحامي وموارد النقابة، احنا النهاردة بنقول له احنا واقفين وراك وبندعمك في كل اللي انت بتعمله، لان ده بيصب في مصلحة المحامي، واحنا كلنا ان شاء الله بنقف ورا الاستاذ سامي عاشور كنقيب المحامين، لان هو اللي احنا بنعتقد ان هو الوحيد اللي اصبحت او اصبح المحامي في ظله بيبقى ليه حصانة في الدستور، بيبقى يعني احنا ما شفناش ان في اي مواد بتضاف للدستور خاصة بنقابات معينة. النهاردة بنشوف ان الاستاذ سامي عاشور استطاع بجهده الوافر ان هو يضيف نصوص خاصة بحصانة المحامي في الدستور المصري، وده انجاز لم يسبقه اي بشر. كذلك قانون المحاماة في تعديل الاخير ايضا ضمانات وامتيازات والحفاظ على المحامين وحقوقهم تجاه اي سلطة او تجاه اي اساءة، ده في حد ذاته انتصار للمحامين وانتصار لارادة المحامين، واحنا بنقول له احنا معاك يا استاذ سامح، وان شاء الله لمزيد من التقدم وزيادة في اتاحة الخدمات للسادة المحامين. طبعا هي حلقة وصل بين المحامين الشباب والسيد النقيب العام. احنا النهاردة لما يبقى النقيب العام بيعمل مؤتمر وبيحضر فيه شباب المحامين وبيعرضوا له المشاكل، سواء المشاكل اللي بتقابلهم في حياتهم العملية او المشاكل اللي بتقابلهم في القيد او موضوع القيد والشروط، كل ده بيضفي شيء من التقارب، وان السيد النقيب على مقربة وعلى مسافة صغيرة جدا من المحامين الشباب، وده حاجة كويسة جدا ان احنا النهاردة لما يبقى النقيب بيعقد مؤتمر ويحضر فيه المحامين الشباب ويتحاور ويتناقش معهم للوصول الى حلول هي في الاصل مفيدة لهم، فده شيء عظيم جدا، وده من نتاج وثمار هذه المؤتمرات وهذه اللقاءات. اولا انا سعيدة جدا ان انا يعني شرفت بدعوة الاساتذة في اسيم لهذا المؤتمر المحترم لحضوره مع الاستاذ والمعلم والاب سامح عاشور. عايز اقول ان احنا معاك يا نقيب، وان كنا معاك في الجمعية العمومية، وربنا نصرنا على كل من قال كلمة ليس لها اي اساس من الصحة، وحضر حضور في الجمعية العمومية حضور لا مثيل له، وان شاء الله انت يا نقيب موجود وهتكمل المسيرة وهتكمل كل اهدافك، واحنا عارفين ان الدورة اللي جاية ان شاء الله هتعملها المحامين مصر بجد، لان محامين مصر لسه يأملوا فيك الكثير والكثير، وخاصة المحاميات مش محامين مصر سواء رجال او سيدات. عايزة اقول لك ان النقيب اصله الشباب، يعني نقيب المحامين سامح عاشور كان اصله عضو شباب، فهو بيميل اكثر للنقاش والجدال مع الشباب، لان اكيد بيحاول ياخد منهم افكار، وكلنا لسه بنتعلم وكلنا عايزين ومحتاجين منه كتير قوي. طبعا احنا بنشكره على قانون المحاماة الجديد خاص بالمحامين، طبعا هو زرع شجرة سوف تضلل على جموع محامين مصر ان شاء الله القادمين والحاليين. أرسى لهم قواعد وأرسى لهم مبادئ وأرسى لهم حصانات أمام جهات الاستدلال وجهات التحقيق والمحاكمة، وإن شاء الله القانون ده يعني سوف يثمر عن آليات المحامي وفي جميع المحاكم، ومدى فعالياته ومدى ثقته بنفسه ومدى فعاليات وتفعيل القانون في شأن المحامي. ونبارك له على الجمعية العمومية اللي كانت بمثابة استفتاء على السيد النقيب، تجديد للثقة للمرة المليون، ونقول له احنا معاك، شباب محامين أوسيم كلها معاك، وبنرحب بيك في مكانك التاني. احنا سعداء كل السعادة بحضور معالي السيد النقيب العام. الدعوة النهاردة علشان نقول لسيادته ان محامين مركز أوسيم بتصطف في صف واحد خلف نقيبها وخلف نقاباتها، ونحن مؤمنين ان نقابة المحامين تمر بأزمة صعبة جدا، من أصعب الأزمات اللي تتعرض لها على تاريخها النقابي. إحنا مدركين حجم المخاطر اللي النقابة تمر بيها، لكن ثقتنا كبيرة في السيد معالي النقيب.